منطق الأستاذ والتلميذ في علاقة المغرب بأوروبا قد انتهى. ملخص رد البرلمان المغربي على اتهامات البرلمان الأوروبي. في أول رد له تأسف البرلمان المغربي لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية للمغرب واستدراجه ضمن حملتهم المضللة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية كالمغرب، منددا بالحملة المغرضة التي تتعرض لها بلادنا والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية تهم وضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير بالمملكة، مشددا على أنه قرر إعادة النظر في العلاقات مع البرلمان الأوروبي وإخضاع لتقييم شامل. وفي المهم أهم الردود: يدين البرلمان المغربي بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة والمصالح المتبادلة، كما يعتبر توصية البرلمان الأوروبي تجاوزاً غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته وتطاولا مرفوضا على سيادته وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية، معربا عن رفضه المطلق لنزعات الوصاية أو تلقي الدروس من أي طرف كان. وتأسيسا على ما سبق، قرر البرلمان المغربي بمجلسه ابتداء من اليوم إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم أولاً نود التأكيد على أن المغرب دولة ذات سيادة، دولة مستقلة بقراراتها، لا يمكن إلا أن ندين تلقي أوامر من أي جهات خارجية، ولكن في نفس الوقت يبقى المغرب حريص على علاقته الدولية المتميزة وخاصة مع الاتحاد الأوروبي الذي منحه سابقا صفة الوضع المتميز في الشراكة المغربية الأوروبية، ولكن شراكة نريدها رابح رابح وليس علاقة تبعية واستعمار جديد. سيكون مفيدا أن تصدر قرارا لحكوماتكم لأقاف تصنيع الأسلحة وبيعها في العالم لسنة واحدة فقط وتخصيص ميزانياتها لمحاربة الفقر ومواجهة الأوبئة والتغيرات المناخية. هذه الأسلحة التي تصوتون عليها بدم بارد هي التي تقتل الأطفال والنساء والشيوخ في كل بقاع العالم، وهي التي تخلق ملايين المهجرين واللاجئين. سيكون مفيداً أن تصدروا قراراً تطلب من حكومتكم الاعتذار عن ماضيها الاستعماري الهمجي في كل بقاع العالم خاصة في قارة إفريقيا، وعن استنزاف ثرواتها وإمكانيتها التي بفضلها اغتنت قارتكم وما زالت تغتني. في اجتماع مغلق ودون سابق إنذار تغتصب سيادة الأقطار. رسالتنا اليوم ليست وجهتها البرلمان الأوروبي فحسب، بل هي صرخة روح موجهة إلى الضمير الأوروبي الحي ودق لناقوس الخطر ينبه لخطورة المنزلقات الأخلاقية التي سقط في مستنقعها جزء من النخبة السياسية في القارة الشمالية. لسنا في موقع دفاع عن النفس أمام مسرحية رديئة وبإخراج أرض. فقط نجهر اليوم أمام مسامع العالم بصوت الأمة المغربية الخالدة التي عاشت ولا تزال على مبادئ القيم والشرعية.